السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. احنا هنعمل جولة في سوق الخضروات والفاكهة. زي ما احنا شايفين هتلاقوا أسعار حلوة جدا هنا، يعني أسعار بتتباع بالجملة وحاجات حلوة طازة. ولكن في البداية قبل ما نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا، هنقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أتمنى الناس تقول الأذكار، وتعالوا بقى نشوف الأسعار الحلوة جدا في الفاكهة والخضروات وكل حاجة موجودة هنا. يلا بقى بينا نشوف الأسعار في سوق الخضروات والفاكهة في الدمام. نشوف العروض هنا في الفاكهة. في التين الشوكي، طبعا في بداية موسم التين الشوكي، يعني مش هتلاقوه موجود في أماكن كتيرة إلا هنا في سوق الخضروات والفاكهة اللي في الدمام. وهنا بابا جيزان ده، طبعا هنا الكميات كبيرة بتتباع بالكرتون زي ما احنا شايفين. هنشوف الأسعار مع بعضينا بعد ما نشوف كده كل الأصناف. في كمان هنا الخوخ والمشمش، وفي القت اللي هناك، وبرضو في الليمون، وفي برضو بامية، والخوخ اللي هو كعب الغزال. شايفين كميات كبيرة، والكرتون ما شاء الله كبير جدا. في هنا التمر والعنب برضو. هنعرف الأسعار كلها دلوقتي. ممكن تقول لنا على الأسعار؟ 20 الصندوقين 35. كل الأنواع في هذه التشكيلة، من عند المشمش إلينا النكترين، أي 2 و5 جرام. طيب الأنب 15. الكرتون فيه كم كيلو؟ المشمش فيه كيلوين، والخوف فيه كيلوين ونص، والباقي فيها كيلوين. 2 كيلو، الكرتون 2 كيلو. المشمش فيها 2. المشمش 2 كيلو. والباقي فيها 2 كيلو ونص تقريباً. وكل الأنواع التانية 2 كيلو ونص. الاتنين كرتون ب35، والكرتون الواحد ب20، صح كده؟ العنب والمشمش. العنب الواحد على 15. والاتنين بكام؟ الاثنين ب30. ما في عليها في التمر. ايه هنا ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بامبر. انا اول مره اشوفه. اسمه بامبر. كم ده؟ هذا يعرفوه المنطقه الشرقيه هنا في السعوديه. المنطقه الشرقيه فقط. على الحسا والقطيف اللي ده اسمه بامبر. هنا بامبر صح؟ ايه بامبر. هنا ده مشهور في المنطقه الشرقيه في الحسا والقطيف. عايزين برضو نعرف سعره كام الكرتون كام؟ صغير ب10 والكبير 15. في هنا كرتون صغير وفي كرتون كبير 10 والكبير 15. وفي التمر برضو هنا. يبقى كده احنا شفنا عرفنا الاسعار. هو هنا طبعا كميات كبيره جدا. الفلين ده زي ما قلنا 2 كيلو او 2 كيلو ونص. الاثنين ب 35، والواحد ب 20. يعني لو خدت 2 بيعمل لك تخفيض، الواحد بيكون ب17 ريال. عايزين نعرف التين الشوكي ده، ناس كتير بتحب التين الشوكي بكام؟ التين الشوكي عندك الاحمر على 50 ريال، والاصفر 25، وفي عندي نوعيه ثانيه من الاصفر. يعني الاحمر ده ب50. ده كم كيلو؟ 5 كيلو ب50، يعني الكيلو ب10. وده بكم؟ وهذا ب30 ريال. وده ب30. ده يعني كبير شويه. والباقي ده ب25. الكرتون فيها 5 كيلو. وهنا ده بابا جيزان. ده بابا جيزان. ها بكام ده الواحد؟ كرتون ب40 ونص. الكرتون ب40 ونص. طبعا الحاجات دي كلها هنا في سوق الخضار والفاكهة في الدمام. المكان هنا عايزين نقول اسمك بقى عشان الناس تجي لك هنا. مكان الموسمية. اسمها ساحة الموسمية. عند البوابة رقم 5. اسمك انت ايه؟ اسمي حمدي. عند الاخ حمزة. موجود هنا اسعار حلوة جدا وكميات زي ما احنا شايفينها. هي نشوفنا التين الشوكي وبابا جيزان ده اسعار حلوة. عايزين نشوف الليمون كمان. الليمون بكام الكيلو؟ الكيلو ب10. وفي هنا الفلين بكام؟ الفلين الكبيرة فيها 3 كيلوات 25 ريال. 25. هو الليمون أصلا غالي الأيام دي. إيه؟ الليمون غالي الأيام دي. ساوي ده غالي ساعات. أيوه. أول ما ينزل على 20 برشم. برشم 25. وإحنا كده شفنا عند الأخ حمزة هنا في بوابة رقم 5.
في سوق الخضار والفاكهة هنا في الدمام، شفنا الأسعار اللي موجودة في الفاكهة. هنشوف برضو في هنا الشمام برضو هنا، وفي مانجا برضو. الشمام شمام بيقول لك هنا الشمام ده حلو يعني. يا يحيى كم ده؟ 15. هنا الشمام الصندوق هنا على 15 ريال هنا. حلو ولا؟ يلا بقى نشوف مكان تاني، نشوف مكان تاني في سوق الخضار والفاكهة. معانا هنا التمور، هنشوف التمور هنا سعرها كام. احنا طبعا هنشوف الاشكال التمر في الاول هنا في سوق الدمام واسواق الخضار والفاكهه. هنا الثلاثه الواحد فيه كم كيلو؟ كيلو كم؟ كيلو الصغير ده كيلو، الكبير كيلوين، كيلو واحد كيلو. واحد كيلو؟ كيلو. يعني الثلاثه ب 50؟ ثلاثه ب 50 والواحد؟ ثلاثه ب 50. هنا طبعا الكرتون الثلاثة ب50 والواحد بكام؟ ب20؟ 20 من 35 53. الثلاثة ب50 والاثنين ب35 والواحد ب20، والواحد فيه حوالي كيلو أو كيلو وشوية، اللي هي التمور اللي هنا في سوق الخضار والفاكهة في الدمام. في نوع تاني كمان، في نوع تاني برضه هنا، هو نوع تاني من التمور برضه، هو نفس السعر نفس المال. لو انت داخل كده من البوابة رقم 5 اول مكان موجود في الخضار والفاكهة. شايفين برضو هنا العنب ده حلو جدا، عنب اخضر بدون بذر، في انواع العنب كلها. الكرتون حوالي كام؟ حوالي 2 كيلو، شكله يعني كتير يعني. لا برضو اسعاره هنا حلوة جدا. اسعار العنب كام؟ كم كرتون العنب؟ 15. الكرتون واحد 15؟ طيب لينا احنا في القناة كم؟ كم الواحد 15؟ اثنين حبة كم؟ 25. اثنين حبة 25، بس في ناس بتبيع ب 10 هناك بره. هذا مو كويس. 10 ريال كويس. خلاص. هنا الكرتون العنب زي ما احنا شايفين اهو، الاثنين ب 23؟ 25. الاثنين ب 25 والواحد ب 15 ريال. وايه ده؟ بمبر 10 ريال. بمبر الواحد 10 ريال، وزي ما احنا شفناه في الاول خالص مشهور هنا في المنطقه الشرقيه في القطيف والاحساء. وفي برضه العنب الاسود بكام الكرتون؟ نفس السعر ده. العنب الاسود والعنب الابيض الواحد 15 والاثنين 25. حاجات حلوة جدا هنا، تحس انها فريش بقى وطازة وحلوة جدا. حلو. الكرتون كم كيلو يا مدير؟ كم كيلو؟ الكرتون كم كيلو؟ الكرتون هذا كم كيلو؟ 3 كيلو. 3 كيلو حلو والله، يعني الكيلو 5 ريال. شوف كيف الوزن. ايوه. عدل. ها؟ يعني يتعادل. ايوه ممكن كمان كام؟ ممكن 4 زياده يعني. يعني من حوالي 2.5 ل 3 كيلو او 3.5 يعني. حلو جدا ب 15 ريال والاثنين ب 25 ريال. رشيد مكان كبير جدا بقى، قبل الخضار والفاكهه هتلاقوا البصل والثوم والبطاطس. البصل والثوم والبطاطس هنا بيتباع بالجمله كميات كبيرة، في يعني 25 كيلو، في 30 كيلو، في برضو الأحجام اللي هي 2 كيلو و5 كيلو هنشوفها برضو. هنسأل كده، هنشوف حد نسأله عن الأسعار واحنا في. طبعا شايفين هنا حاجات صغيرة اهي تكون أسعارها حلوة برضو، حوالي 5 كيلو ده. وبرضو البطاطس هنا برضو، كل الحاجات هنا موجودة. بصل أبيض مدير، كم برايز هذا؟ كم برايز هذا؟ هذا كم كيلو؟ 10 كيلو. 10 كيلو كم فلوس؟ 10 ريال. 10 ريال يعني الكيلو بريال. والله كويس. هذا جملة صح؟ جملة؟ وايد وايد. ها؟ ما في جملة، وايد وايد. ايوه يعني 10 كيلو 10 ريال. ب 10 ريال يعني الكيلو بريال. كم كيلو بريال؟
كل مكان الكيلو الحين 5 ريال. هذا بصل احمر صح؟ أحمر. بصل ابيض كم هذا كم؟ 6 ريال. 6 ريال كم كيلو هذا؟ ممكن 3 كيلو. 3 كيلو يعني الكيلو ب 2 ريال. والله كويس، برايس كويس. يعني هنا الكيس ده 10 كيلو ب 10 ريال، يعني الكيلو بريال، الكيلو بريال. والبصل الابيض في ناس بتحب البصل الابيض 3 كيلو ب 6 ريال، يعني الكيلو ب 2 ريال. طيب هنا التوم دي بكام دي؟ هذا كم فلوس؟ هذا كرتون 8 ريال. كرتون فيه كم واحد؟ 10 حبة. 10 حبة هنا بيتباع بالكرتون. طبعا دي بنشوفها في الأسواق ب 5 ريال وبتنزل ب 2 ريال ونص أو 3 ريال. هنا 10 حبة ب 28، احسبوها بقى هتكون كام. طيب بطاطس، فيه بطاطس ولا ما فيش؟ هذا كم كيلو؟ 6 كيلو. 6 كيلو بكم؟ 10 ريال. 10 ريال يعني الكيلو بريال 60 هللة صح؟ ماشي. الكيلو بريال 60 هللة. هنا طبعا ده آخر كيس ده. طبعا هتلاقوا في أماكن فيها كتير، يعني في كتير هناك. وأنت ولا واحد تاني؟ سمسم برايز. ها؟ سمسم برايز. سمسم برايز يعني 6 كيلو ب 10 ريال، يعني الكيلو بريال و60 هللة. ماشي. أوكي مدير، شكرا. إحنا طبعا بنسأل الأسعار أهو. هنقول تاني الأسعار، البطاطس الستة كيلو بعشرة ريال، يعني الكيلو بريال وستين هللة. وزي ما شفنا البصل هنا طبعا على حساب الجملة، البصل الكيلو بريال، هنا الكيلو بريال يعني البطاطس والبصل. وشفنا التوم، أسعار حلوة جدا جدا. طبعا هنا كميات كبيرة جدا زي ما احنا شايفين. ده طبعا الناحية دي كلها للبطاطس والبصل والتوم. الناحية اللي احنا كنا فيها ناحية تانية هم قبل بعض. الناحية التانية الفاكهة، الفاكهة كلها. طبعا ده الموقع في الدمام، سوق الخضروات والفاكهة في الدمام.